زي ما اتكلم الرئيس مرارا وتكرارا، احنا مستقبلنا مربوط ببعض، خد بالك، ومستقبلنا مربوط بالتكامل العربي العربي. مستقبلنا وقوتنا في تكاملنا العربي العربي. طيب خلونا ناخد ايضا معانا على تليفون المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولي المعروف. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. باشمهندس مدحت، يمكن انا عايز افكر او عايز اسال كده بصوت عالي ونقدر نقول كده بوضوح، احنا مستقبلنا ايه في مجال، لو صح تعبير، صناعة الطاقة ومركزنا امام العالم؟ انا اللي شايفه خلال السنين اللي فاتت ان احنا اصبحنا مركز مهم في المنطقة وفي شرق المتوسط. هل عندنا هذه الواعدية ان احنا نبقى مركز عالمي فعلا؟ احنا بالفعل دلوقتي مركز عالمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، واصبحنا من الدعائم اللي بتدي امداد كبير جدا للغاز الطبيعي لاوروبا، وده بنوع من التعاون الاقليمي برضو عشان الناس تفهموا ليه مركز اقليمي. يعني هو تعاون اقليمي بين الدول المنطقه لامداد لتداول الغاز الطبيعي، وبالتالي طبعا مع امداد الجهات المختلفه المشتركه في المنتدى، سواء داخل المنتدى او خارج المنتدى، بامداده بالغاز، احتياجاته من الغاز الطبيعي.